السلام عليكم، انا ام البنت اللي تختطفت هذه من نهار الثلاث. انا ساكنه هنا في عين السبع. البنت ديالي ماشي اول مره تتخرج، كتخرج ولكن بحال هكا هي مولفه على العائله ديالي، تكبرت معاهم لحقاش انا طلقت صغيره وهي كبرت مع الخوت ديالي، تتعرفهم هما خوتها مع الوالده ديالي، كتعرفها هي امها. الوالد ديالي الله يرحمه كانت كتقول له هو بابا. الاب ديالي ما تيسول فيها، ما تيصرف عليها، ما تيعقل عليها. من بعد ملي توفى الوالد ديالي كنت سافرت السعوديه، بقات مع خوتي، كنهضر معاها غير في التليفون. من بعد ملي جيت للمغرب استقريت هنايا، تزوج ولدت وداكشي، تجي عندي في الويكند، قرات عندهم في الدروه هاد الشيء، قرات عندهم، بركت عندهم، ما ولفتنيش انا، كانت تقول لي غير بسميتي اسيه، يعني ما مولفاش انها تجلس معايا، باغا تجلس في ديك الدار في الدروه مع الميمه مع خوتها. عانيت معها، هضرت مع الاب ديالها، مع جدها، باها امها كيقول لي احنا ما عندنا ما نديرو ليك، احنا ما شغلناش. الام ديالي تخلات عليها، كتقول لهم ديوها ليها، تحطها في الخيريه، تحطها فين ما بغات، بعد ما هي اللي ما تشديهاش من النهار الاول. يعني هذا الشيء اللي خلى الدريه نفسيا ما بقاتش ما متحملاش عندي، فيما تدورش تقول انا بغى نمشي للدروه وصافي. انت تخرج بحال هكا، كدي بحال هكا، كتمشي كترجع، ما عمرها باتت. يعني عندي معها معاناه، عانيت معها انها كتهرب ليا، ولكن ما عمرها باتت. مره واحده طلعت من هنا، ركبت الطاكسيات ديال عين السبع حتى الطاكسيات ديال مرجان، ومن مرجان طلعت للدروه، عيطت لخالتي قالت لي راه عندهم، راه وصلت عندهم. من بعد من نهار الثلاث وبنتي تتخاف، يعني ماشي من داك النوعيه اللي ديال الزنقه ولا تقدر تبقى في الزنقه ولا، مستحيل. بقات نهار الثلاث، خرجت مع الثمانيه، مع الثمانيه هي تصافي تتبغي تما، كاينه تقول لهم انا اي حد تيسولي تقول لهم انا ما تقولوش لي هنايا، ما تقولوا لي في حتى بلاصه، عند حتى حد، قولوا لي الدروه، قولوا لي الميمه، نمشي عندها. نهار الثلاث خرجت مع الثمانيه، تنتسناهم يعيطوا لي راها وصلت، راها وصلت، ما وصلتش. من نهار الثلاث وانا كنقلب من كوميساريه لكوميساريه، من بلاصه لبلاصه، درت الروشيرش، كندور بتصاورها ما كاينش، وانا متاكده كنت شدها شي حد. بنتي كتعرف تحضر يعني ذكيه بزاف، كتعرف تهضر، يعني تقدر تقول لهم فين ساكنه وسميت باها وسميت جدها وكنيتها وكنيتي، وكتعرف كل شيء، يعني مستحيل. ما عرفتش، عندها 9 سنين، انا كنطالب باللي شافها ولا اللي عرفها يجيبها لي، انا ما كنعزش وانا حامله في 8 شهور وكندور بوحدي، ما كاينش اللي كيعاونني باش نقلب، رغم ان العائله كبيره، ولكن حيت عندك تسوى ما عندكش ما تسواش، ما كيقلب معايا حتى حد. انا بغيتهم يقلبوا معايا على بنتي، انا ما تكرفست عليها حتى حد، عافاكم الا ما شفتوها، الا شفتوها رانا امها ومحروقه عليها، وبغيت نشوف، بغيت بنتي، هادشي اللي بغيت. رانا كنقلب وما لقيتش الشاهد، مشيت ديكلاري، مشيت عند البوليس، داروا روشيرش على صعيد المغرب، ولكن راه ما كاين والو، مازال ما عيطوش ليا، وكندور بتصاور هاد الطاكسيات هادي، داكشي ما كايناش. لاننا كنعرف بنتي، كنقولك حادقه وذكيه، يعني ماشي حيت عندها 9 سنين لا، كتعرف تهضر، ما تخليش شي حد، فهمتيني، شدها شي حد مستحيل. انا عارفه بنتي ما كتعرف حتى واحد في العائله الا هنايا عندي في الدار، والدار في الدروه، وهي ما كتبغي تمشي عند حتى حد الا في الدروه والميمه وخوتها.